حبتين لازم تسمعهم وما ينفعش يتأجلوا. خلاص بقى يا ابراهيم ما تضايقش نفسك، انا عارفه ان انت حقك تعمل اكتر من كده كمان، بس عشان خاطري ما تزعلش. مش المهم ان انت اطمنت على اختك وطمنت اهلك عليك وكمان رجعت لنا بالسلامه؟ والله يا انسه هدى، انا لو كنت اتمسكت عمري ما كنت اجيب سيرتكم ولا سيرت في اي حاجه، ان شاء الله حتى اقطعوا لحمي. انا مش خسيس عشان اعمل كده مع الناس اللي وقفوا جنبي وساعدوني، واولهم هو. مش محتاج تقول ده خالص، انا عارفه والله. ممكن بقى تسيبك من اللي حصل وما تفكرش في حاجه؟ انت اكيد تعبان وما نمتش من امبارح والمشوار هد حيلك. هجيب لها غطا ونام على الكنبه وسيبها على الله. ربنا يخليك يا نساء. بص يا ابني، انا شايف انك هالك نفسك في حروب في 600 حته وناسي اهم حاجه، حربك مع نفسك، واللي من غيرها مش هتعرف توصل لاي حاجه في بقيه الجهات. نعم صلح، اقدر اللي انا فيه. انا مقدر يا ابني، بس مش عارف ايه حكمه ربنا في اللي انت بتعدي فيه ده، بس انت مش هتعرف تطلع منه الا لما تتغير. انت ايه مشكلتك مع ابراهيم؟ ليه خايف منه وحاسس انه خطر عليك وما انتش حاسس ان انت خطرك عليه اكتر؟ ليه شايف ان مخه اقل منك؟ ليه شايف انه اقل في جدعنته وشهامته؟ هدى كان معاها حق لما قالت لك انك شايف انك انت فوق كل الناس واحسن منهم. لا يا ابني، انت زي ابراهيم وزي كلنا عبيد ربنا، مفيش حد احسن من حد، وفينا الحلو وفينا الوحش. لا يا عم صالح، لا مش احسن من حد. مش لازم تقولها، بس هو ده اللي جواك. انت عايزه يطمن لك ازاي وانت مش مطمن له؟ عايزه يحبك ازاي وانت مش عارف تحبه؟ فكر في الكلمتين دول يا سليم، يمكن يكون فيهم نجاتك. الو، صباح الخير يا احمد، ازيك عامل ايه؟ فاكر موضوع رقم صاحبتي اللي اتسرق منها وطلبت منك انك تعمله تراكينج؟ ايوه، ما انا عارفه 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 انه مقفول، بس انا عايزك ترجع تتابعه تاني من فضلك، واول ما يتفتح بلغني على طول. اصل دي انت بصراحه قلقانه جدا، الراجل اللي سرق الموبايل قاعد بيهددها كل شويه، والموبايل كان عليه صور خاصه بيها، وجوزها لو عرف حاجه زي كده ممكن يطلقها فيها. معلش يا احمد، انا متشكره جدا بجد، عارفه ان الموضوع ده ممكن يوديك في داهيه، بس فعلا مش هنسى لك الجميل ده. مين ده اللي هيروح في داهيه يا فريده؟ طيب اوكي، باي باي. لا لا، مفيش حاجه، انت ما قلتليش انك جايه. جايه اصبح عليك يا فريده، ممكن ادخل؟ معلش يا ياسر، مش هلحق اقعد معاك، بس انا عندي مشوار مهم جدا لازم الحق اقوم اعمله دلوقتي حالا. انا اسف. معلش. سليم بيه الانصاري، الهي ربنا يكرمه ويطول في عمره. سطر بنتي جميله في رقبتي، مش هنساله العمر كله. ايه رايك؟ ده تحفه، بس انت لحقت انت تصور الفيديو ده؟ لحقت يا بنتي، انا ظابط. اه صحيح موقوف على العمل، بس ظابط ظابط يعني. طب قول لي يا ظابط، عملت ايه في الموضوع بتاعك؟ والله عندي تحيه تاني النهارده، بس انا قلت اجي اشوفك واوريك الفيديو قبل ما اروح في داهيه. لا لا لا، ولا داهيه ولا حاجه، ان شاء الله الموضوع هيعدي وكانه مفيش اي حاجه حصلت. ما اظنش. ليه بس يا حسام؟ ده انت حتى لسه عامل خير، وان شاء الله ربنا هيوقف جنبك. ده انا عملته ده ما سماش خير، ده مجرد رد جميل. رد جميل لمين؟ لسليم. سليم انت رديت له الجميل بدل المره 10. وليك انت كمان. ليه انا؟ ليه؟ ده انا حتى ما بعملش حاجه غير ان انا نازله زن من الصبح لبالليل بحكي لك على مشاكلي، لا وكمان بسمعك كلام زي الدبش وشكرا على كده. انت وجودك في حياتي اكبر جميل عملتيه لي. انا لو قعدت عمري كله مش عارف كله لك. ما قلتليش يا حسام يعني ان انت ليك في الاشتغالات دي. ده مش اشتغال. انا اقصد كل كلمه انا قلتها. طيب بما انك شاطر في الكلام كده، يلا قوم على التحقيق وريني هتبقى شاطر هناك ازاي.
وخلص وطمني عليك. ايه قلقان عليا؟ ايوه انا عارف. طيب يلا. إبراهيم ما تزعلش مني، حقك عليا والله. أعصابي فلتت مني كده، مش عارف إيه اللي حصل، معلش. أعصابك بس اللي فلتت؟ دي إيدك كمان يا عم. خلاص بقى، قلت لك ما تزعلش، حقك عليا. أنا هعمل إيه بس يا سليم بيه؟ ما أنا ماشي وراك زي الجزمة وفتحتش بقى بكلمة. بس هعمل ايه؟ أختي وعيلة واتكسرت وملهاش حد في الدنيا دي غيري. معلش، بعدين انت مش طمنت عليها وطيب خاطرها بكلمتين. خلاص خلاص بقى يا عم، تقول له بقى كويس ان شاء الله. يلا يلا قوم يا عمو، مش عارف انام من غير صوت شخيرك. قوم يلا. يعني وانا بس اللي بشخر؟ ما انت كمان بتشخر يا سليم بيه. نعم بتشخر وبتشتم كمان وانت نايم، بس انا بتكسف يعني اقول. ما تظبط يا ابراهيم. خلاص يا باشا براحتك، شخر زي ما انت عايز، حقك عليا ما تزعلش. يلا بقى عشان الناس تقعد براحتها في بيتها. يلا قوم. احنا براحتنا اهو يا سليم، ولا انت بتتلكك بينا؟ خليك صريح وقول انك ما قدرتش على بعده. بتلكك، ما قدرتش على بعده بصراحه. بعدين ابراهيم بقى زي اخويا وعشره. خلاص خلاص هدى، تعمل لنا لقمه ناكلها سوا وبعدين ناموا لحد ما تشبعوا. انا هنزل فيديو بتاع حنان، وهنزل كمان الفيديو اللي صوره حسام البنت بتاعت المقابر دي، وعايزين نكتب هاشتاج سليم الانصاري بريء ونزود هاشتاج حقيقه سليم الانصاري. ها شايفه ايه؟ انا حاسه ان الفيديوهات المره دي هتفرق قوي، عشان اللي بيدافعوا عن سليم المره دي ناس عاديه مش اهله او صحابه. ده حتى حسام شايف كده. يا غيب، ده رايه مهم. ويلا روح شوفي بتعملي ايه عشان خاطر ورايا حاجات اعملها. يلا باي. طب انا مش فاهم انت ليه زعلان دلوقتي؟ مش يمكن اللي انت بتقوله ده حاجه كويسه؟ حاجه كويسه ازاي بس يا بيه؟ بقول لك ده حسن الضبع وصبيه الاثنين عينهم من البت، والبت غلبانه ومسكينه ولدها لوحدها هناك، ما فيش حد معاها. برضه عبيط يا ابني، ما تقولش الكلام ده. ربنا معاها، هو البني ادم بايده حاجه. ونعمه بالله يا شيخ صالح، بس برضه دول مجرمين. يا بني ادم افهم، اللي حصل ده ممكن يكون اول الخيط اللي نوصل بيه لبراءتك. ازاي يعني يا سليم بيه؟ انا وانت دلوقتي ما قدمناش غير حل واحد بس عشان نطلع من اللي احنا فيه. فرق تسد. يعني ايه؟ مش مشكله افهمك بعدين، بس على فكره اللي انت قلته ده حاجه كويسه مش وحشه. كل اللي يجيبه ربنا خير يا ابني. دلوقتي يا عم صالح، انا عايز منك خدمه. أمر يا ابني. في حد عايزك تكلمه. اكلمه؟ مين؟ حد يساعدني ويساعد ابراهيم في مشكلته، ويساعدك انت كمان في موضوع البنا. ده مين ده يا سليم بيه؟ حوضة سيطرة. طول ما انت غايب ماليش حبايب في الدنيا دي. الو، ايوه انا حودة، مين معايا؟ الحاج صالح، عندي شغلانه كده وكنت عايزك تيجي تعاين المكان عشان نتفق. لا من عينيا الاثنين يا حاج، تحت امرك. بس المؤاخذه يعني سعادتك، كل العنوان فين؟ والله احنا في مكان متطرف شويه. متطرف فين يعني؟ لا مؤاخذه يعني يا حاج، سؤال تاني، هو سعادتك جبت نمرتي منين؟ من زبون كان بيتعامل معاك زمان دلني عليك. واحد مين ده؟ تفتكر الزبون اللي كان معاه واحد صاحبه وجم قعدوا عندك شويه لما كان ابنك تعبان؟ وبعدين طلعوا على السطوح شافوا شويه شغل وما لحقتوش تتفقوا، لان كان عندهم شغلانه مستعجله في مزرعه البهايم. لا 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 لا، الحمد لله. لا فاكرهم طبعا. بقول لك يا عم الحاج، الناس اللي عندك دول من خيره الناس، رجوله وجدعانه وكل حاجه صحت صح يعني. طيب اجي لكم حاج، بس لا مؤاخذه يعني، قول لي العنوان فين واجي لك امتى ان شاء الله. احنا بنسهر يا ابني، ولو تقدر تيجي الليله متاخر هنستناك. ماشي، مع الف سلامه. لا لا لا، اقفل انت يا حاج، اقفل. مع السلامه. مع السلامة، ألف سلامة. اللهم صل على النبي. شفت يا عم؟ نزلوا فيديوهات ومطلعينه فيها ملاك بجناحين،
وكل الهري اللي انت فاحت نفسك فيه راح في الهوا. يا ابني تهبل بقى فيديوهين فاكسين زي دول يعني هيهد كل اللي احنا عملناه؟ رام، عشان الناس اللي في بلدنا دي ما بتفتكرش غير اخر حاجه سمعتها، وكل اللي حصل قبل كده سلامتك. الله يسلمك يا سيدي. ايه بقى كم السواد اللي انت فيه ده يا ابني؟ وانا لقيت لون تاني قلت لا. علشان نفسك قصير وتحبط بسرعه، اي حاجه بتحصل مش لاعب يا ابني. انت اللي في ميه الترشي، قلت لك قبل كده الناس دي ما فيش منها رجا، والبلد كلها ما فيهاش فايده. ولما انت شايف كده قاعد فيها ليه؟ ما تتنايل تمشي. هو بمزاجي ما مستني فرصه لغايه ما هيجي منها. على فكره البلد دي بتاعت سليم الانصاري واللي زيه، حتى هو هربان. على فكره سليم الانصاري ده شخصيا احنا حاطين عليه بدل المره 10. انت عارف ايه اللي محيرني بجد؟ الفيديوهات دي بجد ولا تمثيل؟ ايه اللي خلى مجرم زي ده يعمل كده؟ يابا هما يغلبوا عندهم بدل الواحد 1000 يطلع يهري علينا باي كلام، ومش محتاجين كمان ياجروهم. وفي ناس بتعمل البلاوي دي وفاكره نفسها ان هي بتعمل عمل وطني. مش بقول لك البلد شكرا. كنت عارفه ان هلاقيك هنا. ابويا وابراهيم قلبين عليك الدنيا، فاكرين انك هربت. هرب اروح على فين؟ بس انت عرفتي منين ان انا هنا؟ هتروح فين يعني؟ وبعدين بقى ده اكتر مكان انا بحبه. اما بكون متضايقه وعايزه افكر في حاجه باجي على هنا على طول. بس عندك حق، بلدكم فعلا حلو بس غريبه حبتين. ايه الغريب فيها بقى؟ كل حاجه، بيوتها وناسها وابوكي وعطيه ده كمان. حتى انت غريبه. انا؟ وانا مالي بقى ان شاء الله؟ من ساعه ما شفتك انا مش فاهم، حاطه نقرك من نقري ومش طايقاني طول الوقت، مع ان لما عطيه جه خبتيني منه كنت خايف عليا. لا انا ما كنتش خايفه عليك، انا كنت خايفه على ابويا. وبصراحه بقى انا مش عايزه مشاكل مع عطيه اكتر من كده. على فكره اللي واقف قدامك ده ظابط مباحث، يعني بص في عين اي حد يفهم وعايز ايه وبيفكر في ايه بالظبط. ودي بقى اكتر حاجه غيظاني منك. ليه ايه؟ ظابط ظابط ظابط، زي ما يكون الظباط دول معمولين من عجينه والناس كلها معموله من عجينه تانيه. انزل بالحته اللي انت فيها يا بيه شويه على الارض وحس بالناس. انت فعلا مش طايقاني متغاظه مني قوي. طب لما انت مش طايقاني بتساعديني ليه؟ ما تقوليش عشان ابوكي. انت من النوع اللي ما بيعملش حاجه غصب عنه. انا مش بساعدك عشان خاطر نفسك، أنا بساعدك عشان خاطر أساعد إبراهيم، عشان أنا متأكدة إنك بريء ومظلوم. بريء ومظلوم مرة واحدة؟ بص أنا ممكن أكون مش طايقاك، بس زي ما بيقول أبويا ربنا عرفوه بالعقل. وأنت ممكن على فكرة تكون مليان عيوب، بس قتل قتل لا. مليان عيوب؟ ماشي يا ستي كتر خيرك، كفاية إن أنت عارفة إن أنا مظلوم وبريء. على فكرة النت مقلوب عليك النهارده. وايه الجديد؟ ما هو طول مقلوب. لا المره دي مش ضدك، معاك. الست اللي انت كنت عندها والبنت اللي انت انقذتها من المقابر صوروهم فيديو وشيروا الفيديو في كل حته، والناس كلها مصدقاك ومتعاطفه معاك قوي. ومين اللي صور الفيديوهات دي؟ الله اعلم، بس زي ما ابويا بيقول ان لله جنودا لا تحصى. ربنا يسترها. يلا يا سليم يلا ننزل لابويا وابراهيم. هدى على فكره مش وحش زي ما انت فاكره. انا عارفه.